المسحر او المسحراتي خف نشاطه عن الاول بوجود طبعا التليفونات والمنبهات الموجوده بالتليفونات، يعني ما عادت كثير القصه. بس هو لوضح شغله، مسحر باللبناني مثلا بمصر بيقولوا له مسحراتي، جاي الكلمه من فتره السحر، السحر اللي هي بتمتد من بعد العشاء بالليل للفجر، هيدي الفتره تسمى باللغه العربيه السحر، وهذا هو السبب. هي اساسا ابتدت هاي من ايام دوله المماليك، قصه المسحر يعني هيدي ابتدعت بهالفتره هاي. هلا بالنسبه للاشياء الثانيه اللي خفت، هي التعاطف مع بعض بين الجيران. يعني كان بالاول ما ممكن تطبخ طبخه الا ما تشيل صحن لجيرانك وجيرانك يبعثوا لك وكذا من الاكل، خاصه بوقت الافطار اكثر من طبعا من وقت السحور. يعني هيدي كمان من الاشياء خفت كثير، وهذا خطا يعني من الاشياء الغلط تغيب. هلا بالنسبه للاكلات، في اشياء تعودوا الناس انه يتعاطوها طعاما برمضان، اللي هي مثلا الشوربه، وخاصه شوربه العدس اللي بيقولوا لها شوربه ممروت، العدس بينمرت يعني بينطحن وبينعمل، وهي تعتبر ملكه الشوربات بالنسبه لها. الشغلة الثانية الأمر الدين والنقوع. الأمر الدين اللي هو المشمش اللي بيتسوح تحت الشمس وكذا، بس طبعا صار في له مصانع تطوروا هالقصة. والنقوع اللي هو المشمش المجفف اللي بتجيبه وبتنقعه بمي لحتى يرجع ينفخ، يرجع يدخله مثل الزبيب مثلا. وهالشغلات كمان الزبيب كمان بتضيفه لهالأمر هذا. ليش يعتمدوا كتير بالدول العربية بلبنان وبسوريا وبمصر وبكذا على الأمر الدين، أو بقصد في المشمش؟ لأنه المشمش هي تعتبر الفاكهة القليلة اللي ما بتعطش، ونسبة كبيرة من الأكلات اللبنانية وحتى البيروتية بصورة خاصة جاي من المطبخ التركي. هذه شغلة معروفة. حتى اللغة العربية أو اللغة اللي ناخد ببلادنا عنا هون، 20% تقريبا من حكينا أساسه تركي. أعطيك أمثلة، أوضة، نحن اللغة العربية غرفة، حجرة اسمها، كلام تركي، كلمة أنجا، شيش كباب، شيش طاووق، شاورما، قوارما، بسطرما، هذا كله كلام تركي استعمل بحياتنا وبعده مستمر. مثل ما اللغة التركية تأثر طبيعا، وشي طبيعي تتأثر باللغة العربية، وفي كتير مفردات تركية هي أساسا عربية. المشروبات الرمضانية اللي يشربوها الناس بالسهرة، وخاصة إذا كان رمضان مصائب جاي بفترة صيف أو فترة الطقس فيها حرارته شوي مرتفعة، عندك الجلاب اللي هو بيتاخد من بنحط على وجه الزبيب، وهو بيتاخد من التمر. وهيك عندك التمر هندي اللي هو نوع من التمر لشجر بالهند، مش التمر بس شكله قريب من التمر العربي او النخل العربي، بقى لذلك بيسموه تمر هندي. بينقعوه وبيضيفوا له سكر، ومفيد صحيا جدا هو. وعندك كمان السوس اللي هي اختصار لكلمه عرق سوس، اللي هو ماده السوس ماده نباتيه، ايه بينقعوها ولا طريقه بالعملان وبيشربوها، وهيدي كتير بتروي من العطش كمان، لانه ما بيضيفوا له سكر، ما له سكر مضاف يعني، هي بسكرة الطبيعي اللي هي فيها. في ناس بيستسيغوها، في ناس ما بيستسيغوها هذا، بس عند اشكال واحد انه هي شوي بتعلي الضغط. هلا بالنسبه للسهرات، شيء اسمه تلفزيون مسلسلات، قديما ما كان شيء متواجد هذا. يعني مثلا تلاقي مثلا الرجال من بعد ما يفطر وقت الافطار وقت المغرب يرجع بعدين في عنده شيء اساسي اللي هو صلاه التراويح. كانت الرجال خاصة يروحوا على صلاة التراويح يصلوا 20 ركعة، طبعا في منهم 8 ركعات وفي منهم 20 ركعة، وهيك هيدي بحد ذاتها تهضيم للأكل اللي تاكل. يعني كمان غير انه هي عبادة، كمان هي إفادة صحية، عرفت كيف؟ هلأ في بعض الناس بيحبوا يروح مثلا يكمل سهرته الرجال بمقهى من المقاهي الشعبية، كان يتواجد الحكواتي، والحكواتي كان يتواجد برمضان وبغير رمضان، بس يصير في إقبال عليه أكثر شو بالفترة الرمضانية هاي. الحكواتي هو كان رجال، كان نسبة المبدعين بالقراءة ليل يعني
ما كان كتير كتار بقى، اللي يشتغل حكاويات يكون قارئ شاطر وبنفس الوقت يقدر يعبر، يحمل سيف بإيده ويقف قدام الناس بالمقهى ويحكي سيرة من السير الشعبية اللي طلعت. هالسير الشعبية سوري يعني إذا بدنا نقول بعصر الانحطاط بعد العهد الدولي العباسية صار يطلع قصص شعبي، من ضمنهم عنتر بن شداد، سيف بن ذي يزن، أبو زيد الهلالي، ذقار، زير سالم، هول القصص فيهم كتير من المبالغة.